نتحول إلى المنامة وموفد التلفزيون المصري محمد عبد الله لنقل آخر التفاصيل بشأن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة التي تنطلق غدا، وأبرز ملامح جدول الرئيس عبد الفتاح السيسي. معك محمد، تفضل. نعم نهى، يعني هناك تواصل للقادة والزعماء العرب إلى المنامة للمشاركة في هذه الجولة الهامة والدورة الهامة لجامعة الدول العربية، والاجتماع الذي يلتئم غدا إن شاء الله على مستوى القادة والرؤساء والزعماء. هناك ثلثي القادة والزعماء العرب يشاركون في هذه القمة، ومن لم يحضر على مستوى الرؤساء والزعماء بيحضر على مستوى وفد رفيع على مستوى رئيس حكومة وما إلى ذلك يمثل وفد بلادي في هذه القمة. جدول أعمال القمة مزدحم للغاية بالقضايا الملحة، وبالتأكيد يتصدرها الملف الفلسطيني. ليس هناك أي تغيير على القضايا التي تطرح على طاولة القادة والزعماء العرب، لكن المتغيرات هي متغيرات جيوسياسية هي التي تطرأ على الملفات المطروحة على جدول أعمال القادة والزعماء العرب. ومن ثم هناك ترقب فيما يتعلق بالتحرك العربي نحو البند الثاني الذي مطروح على طاولة القادة والزعماء العرب، وهو الخاص بالقضية الفلسطينية. هناك 23 مشروع قرار سيعرض على القادة والزعماء العرب متمثلين في 8 بنود رئيسية يتصدرها البند الثاني، هو ملف القضية الفلسطينية. حينما نتحدث عن ملف القضية الفلسطينية هناك تفرعات عديدة داخل هذا الملف فيما يتعلق بمبادرة السلام العربية، شؤون الأسرى، وضع الأسرى ووضع اللاجئين، بالتأكيد الوضع في قطاع غزة، دعم السلطة الفلسطينية، كيفية دعم السلطة الفلسطينية على المستوى الدولي، كيفية التعامل مع الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة أيضا على المستوى الدولي. نحن أمام ملف ثقيل للغاية مطروح على طاولة القادة والزعماء العرب. بالتأكيد هناك لقاءات ثنائية يعقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في هذه القمة، سوف نطلعكم عليها أول بأول. لكن هناك يعني اللافت للانتباه هو حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة في القمم العربية المختلفة. حقيقة حينما نتحدث عن الحضور المصري على أعلى مستوى، هناك حالة من الحفاوة البالغة وجدناها هنا بين الساسة والدبلوماسيين البحرينيين الموجودين هنا والبحرين التي تستضيف القمة. هناك ترحيب كبير بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في هذه القمة الهامة، وأن حضور مصر بهذا المستوى التمثيلي هو نقطة قوية جدا وثقل كبير للقمة العربية والملفات التي يتم مناقشتها بين القادة خلال أعمال هذه القمة. نعم نهى. محمد، دور يعني ما ردود الأفعال التمهيدية وأنت في قلب الحدث، ارصدها لنا في ظل السياقات الدقيقة التي يمر بها منطقة الشرق الأوسط. يعني هناك حالة من الغضب نجدها حتى طبعا موجودة في الشارع، نتلمسها من الإعلاميين المشاركين هنا من مختلف الدول العربية لتغطية هذه القمة. وهناك حالة من لا أريد أن أقول الشك، ولكن هناك حالة من الرفض التام من جانب الدبلوماسيين العرب الذين التقينا بهم في القمة لتلك الممارسات الإسرائيلية، ورغبة شديدة في أن يكون هناك موقف عربي قوي وموحد يتعامل مع هذا الملف. الملف الفلسطيني يطغى على كل الملفات، هناك توترات وهي موجودة على جدول وعلى أجندة القادة والرؤساء العرب، لكن الملف الفلسطيني هو الملف الأبرز. الجميع تحدث هنا عن ممارسات إسرائيلية واستفزاز إسرائيلي وسياسات أمريكية يعني تجعل من الجميع يتوقف أمام تلك السياسات الداعمة لإسرائيل بدون أن ترى أي شيء. هذا هو ما يقولون هنا من
من دبلوماسيين ومراقبين التقينا بهم، ومن ثم الملف الفلسطيني يفرض نفسه على طاولة الزعماء والقادة العرب. هناك ملف آخر لا يقل أهمية، لكن نظرا للظروف الساخنة في الأراضي الفلسطينية بالأخص في قطاع غزة، هناك ملف الأمن القومي العربي. هناك حالة من الترقب والقلق لأول مرة نشعرها مع إخواننا الموجودون هنا في منطقة الخليج، فيما يتعلق بإعادة الرغبة في عدم جر المنطقة إلى صراع عسكري. نجد المناوشات والتوترات الحاصلة في المنطقة العربية والتي تجعلها دائما مسرحا لأحداث ساخنة. الجميع هنا يتحدث عن ضرورة توحيد الصف العربي ولم الشمل العربي للتعامل مع تلك التحديات والوقفة حاسمة من جانب القمة العربية 33، فيما يتعلق بتحديات الأمن القومي العربي، تحديات الأمن المائي، ألا يكون هذا المكان هو مسرحا لتلك الأحداث. لكن على صعيد آخر، إذا كان الشق السياسي يحتل 70% من جدول الأعمال الذي سيطرح غدا إن شاء الله على القادة والزعماء العرب، هناك الشق الاقتصادي والشق الاجتماعي، وهو أحدث هناك خطوات هامة للغاية تم اتخاذها خلال أعمال هذه الدورة. وسنتابع معك لحظة بلحظة بالتأكيد محمد عبد الله، موفى تلفزيون المصري إلى المنامة. أشكرك شكرا جزيلا.